هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ أتمنى تكونون بصحة وسلامة يا رب. طبعاً سويت شوبين من شين، الصراحة أبد ما تأخروا، يعني يمكن أعتقد سويت هذاك الأسبوع وجو اليوم الصبح. شوفوا هذا البوكس، ما فتحته بعد، ما شفت أي شيء طبعاً، بس الوالدة شوية تحمست وفتحت البوكس، بس ما خلتها تفتح أي شيء. أهم زين يعني لحقت عليها بسرعة، فراح أفتحهم قدامكم. بعدني ما شفت أي شيء، يعني ما لبست أي شيء، يعني ما قدرت، وحيل متحمسة أريد أشوف يعني الملابس. بس قلت أحلى شيء أصورهم قدام الكاميرا وأوريكم نلبس مسوية، يعني إحنا ما راح نلبس مسوية بس راح نلبس قدام الكاميرا. فهمتوا؟ المهم خل نبدأ. أول ما فتحت البوكس طلعت هاي قدامي، أتذكر هاي اللي اشتريته. المهم packaging number 2. Oh god, this الدبل قطبي. Oh my god, oh my god, oh my god. شوفوا تخبل، احس هاي تلبس يعني بنتاكتيكال او شيء. It's really nice. طبعا مبين قبل، يعني قبل لا البسها ولا شيء، مبين الفرو مالتها حيل ناعم. وشكلها هم يعني شكلها غالية صراحة، شكلها مو شو اسمه مو رخيصة صراحة. هي هاي اعتقد كانت اغلى شيء بيهم كلهم اعتقد، اللي يقول عليها هاي الوان على العراقي. شوفوا هذا اسود، يعني بس بعد ناقص ابيض فد مكان وخلص تكمل. المهم اكو شيء دخل بعيني. او ماي جاد، عيني وريها ما شلون صار. شوفوا اختي العزيزه سوت شنو هاي. افيك صايده نو. او ماي جاد ماي اي. ناس تعرف خب عيني. اوكي طبعا عيني قامت الدمع، ما اعرف ايش بيها، اعتقد دخل بيها في شيء من هذا. بدايه حلوه. نازك سوت هاي الحركه يعني اساس تنشد منها انا، بس الصراحه ما اعرف، يعني انا ما متاكده شلون هاي صايره، فلازم اطلعها بالموقع واسويها واشوف شلون يعني، بس ما ادري. بس من الموقع كان شكلها يعني حلو، يعني كانت مرتبه والبنيه كانت شلون لابستها، وعبالي راح تكون اطول من هيجي، بس ما اعرف يعني. ام ديسابوينتد الصراحه، وريحتها شويه قويه. هاي ما ادري اذا قاعد تشوفونها لو لا، هاي بيسكلي هي لما الجمب مثل اللي تصوف يصير بها مثل الصوف، هاي هيجي وبيسكلي تسوون اها وتلم كل يعني هاي الحبوب الزغار اللي تصير بالملابس اللي تصوف يعني. المهم هواي كان عاجبني الستايل مال، شايفين هاي البلايزز القماص اللي تكون تجي سترة مال شانيل وديو، هذا الستايل، الستايل حيل يعني كان داخل ببالي. بس الصراحة هيجي انواع من القماص اللي تكون حيل غالية وما تقدرين يعني تشتريها من اي مكان، فلقيت شين هواي عندهم من هاي الاشياء. البنية من كانت لابستها الصراحة، الموديل اللي كانت موجودة على الموقع كانت يعني اللبس يجنن ومخصريها وما اعرف شنو. قلت خلاص هاي بعد قمصات احلامي لازم اشتريها، بس الصراحه هسه بالحقيقه يعني ما اعرف. اول شيء مبينه يعني مثل خياط تلزيق، يعني شوفوا ما ادري اذا قاعد تشوفون، شوفوا هنا، شوفوا يعني خيوط طالعه وهاي الاشياء طالعه، ما اعرف شنو السالفه. بعدين حتى هاي هم كانت غاليه، اعتقد هاي ثاني اغلى شغله بالاشياء اللي اشتريتهم. اشتريت سايز ميديوم، ما اشتريت سمول، يعني خفت تطلع علي صغيره وضيقه. هم خلي اشرح لكم قبل شو اسمه، هالايام او هالفتره هاي داخل الستايل مال السنيك برنتس والبرنت، يعني اللي مثلا يكون جد النمر او جد الحيه او جد البقره جد البزازين، المهم. فهواي قاعد اشوف يعني بنات اللبسه من عنده هواي، وحيل عاجبني الصراحه. شفت هاي قلت اجربها، هاي سنيك برنت، شفتها حلوه الصراحه باللبس يعني، وكانت رخيصه يعني، انه اعتقد بشين كانت تشتري 3 ايتمز، تشتري 3 شغلات يصير خصم 60%، يعني كومون
That's amazing. فقلت فرصة إنه أجربها. Okay. خلصنا. Oh wow, the quality is so good. شوفوا اشتريت هاي الجمبة عادية حيل عادية يعني ما بيها أي شيء special. اشتريتها حجم اكس لارج تتحمس شوي تشتري اكس اكس لارج بس قلت يعني ابوي راح يدخل وياي بيها ماكو داعي فاشتريت هاي بس شغله واحده لاحظت اللون انا ما اشتريت هذا اللون هذا احمر يعني احمر طوخ بالويب سايت مارون هنا افتح فهمتوا شلون فهاي شوي نقطه انتبهوا منها يعني حاولوا دائما يعني حطوا هذا الشيء ببالكم اذا انتم هذا اللون تريدونه مرات بشيء يعني اذا شيء تشترونه احتمال اللون يكون افتح المهم بيها كبوس هم من نانا صراحة يعني الكواليتي مالتها كلش حلوة والخامة مالتها همين حلوة يعني ما مبين انه رخيصة يعني حيل يعني كانت سعرها مناسب اوكي جينا الهاي الحلوة اللي هنا فاشتريت هاي من زمان عاجبني هذا الستار اشتريتها هاي اشتريتها من ميديم خفت اذا اشتري سمول ما تقعد لان حطيت بعيني الاعتبار انه انا راح البس ملابس جواها فاحتمال تكون عليها ضيقه اذا اشتري سمول فجبت ميديم جايه هيجي اوكي تجي هي مو الفتد يعني اكو سترات يجون مخصرات على الجسم هاي ما اعتقد تكون مخصره على الجسم الصراحه يجي هيجي اردانها بها هيجي الدقم اتس اوكي شوية خفيفة يعني كسترة اشتريتها من هاي الفانيلة هاي الفانيلة عادية يعني الصراحة بس أنا ألبس من هيك نوع من الفانيلات هواية من هيك توبس يعني لأن يعني دائما ألبس وياهم جينز يكون هاي ويستد فوقها جاكيت يكون طويل فإنه الأوفيت تكون سهلة وسريعة يعني فشفت هاي عجبتني وهمينة مالتها هاي نك يعني تجي هنا أنا عرض باف تعجبني هاي الأشياء يعني خصوصا الجو بارد وهاي فتعجبني المهم اشتريت هاي على فكرة هذا التوب وذاك التوب اثنيناتهم سايز سمول شوفوا هاي تجي الايد هيجي الخامة مالتهم حلوة وخفيفة اخر شيء اشتريت هاي اشتريتها همينة توب عادي بس اشتريتها حجم سمول بس شكلها سمول الصراحة باللبس ما اعرف البسها وتشوفونها المهم هذا الفيديو خلص ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو اشوفكم بحلقة ثانية ان شاء الله بحلقة ثانية الفيديو ثاني اذا عجبكم سووا شير لايك سبسكرايب وانطوني اقتراحاتكم قولوا لي شنو الفيديوز اللي تحبونها وبس باي باي سدي